أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكب زحل سيظهر كنجم لامع يرى بالعين المجردة طوال الليل يوم الأحد. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي: سيصل كوكب زحل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الأحد 14 أغسطس 2022 عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون مضاء بنسبة 100% بنور الشمس كنجم لامع للعين المجردة، ويمكن رؤية حلقاته عبر التلسكوب فقط، وسيكون مشاهدا طوال الليل. زخت شهب كما أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية ستشهد ظاهرة مميزة، إذ تصل زخت شهب البرشاويات 2022 لذروة نشاطها خلال الساعات قبل شروق الشمس غدا السبت 13 أغسطس. ولكن هذه السنة ليست من السنوات المثالية، حيث سيكون القمر موجودا في السماء ومضاء بالكامل تقريبا، ولكن هناك فرصة لرؤية ما بين 10 إلى 20 شهابا بالساعة بمراقبة الأفق الشمالي من موقع ظلم وليس من البيت. يذكر أن القمر البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام رصد يوم أمس الخميس 11 أغسطس، حيث كان حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن القمر العملاق سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الجنوب الشرقي، حيث سيكون ظاهريا إلى اليمين من كوكب زحل، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلا نحو الجنوب بعد منتصف الليل. وقال بعد ذلك: سيصل القمر العملاق لحظة الاكتمال صبيحة يوم الجمعة 12 أغسطس عند الساعة 4:35 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس، وذلك بعد يوم وثمان ساعات وسبعة وعشرين دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض نقطة الحضيض، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس الجمعة. وأضاف إن القمر العملاق وصف يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,446 كيلومترا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية قمر الحضيض. وهذا العام رصد 3 أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي.